مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وأهلا وسهلا بحضراتكم في مهارات عظيمة. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض مهارات جديدة، وصفات حضراتكم طلبتوها، أتمنى يا رب أن الوصفات تنول إعجاب حضراتكم. هنبدأ بوصفات بسيطة وسريعة علشان الولاد ساعات يحبوا ياخدوا من الحاجات دي معاهم في اللانش بوكس كده في المدرسة. خلينا نشوف كده ممكن نعملها إزاي، وخصوصا الوينجز أو الأجنحة بتاعة الدجاج. في ساعات ناس ما يعني بتحب تستبعدها تعملها لوحدها، وصفات اسيويه او هنديه او يعني طرق كتير مختلفه بتبقى ليها تتبيله كده حلوه، واحنا ان شاء الله هنعملها بتتبيله تكون موجوده عندنا في البيت باذن الله. تعالوا نقول بسم الله ونبدا كده نشوف المقادير وهنتكلم عنها واحنا مع بعض. عندي اجنحه الدجاج مقطوعه، انا كان هنا في جزء منها من الصدر، طبعا بنجيبها من عند الراجل بتاع الفراخ ممكن قوي، او لو بتلاقوها في احد المحلات اللي هي بتبقى خاصه بالدواجن بس، بتبيع الدواجن بس. طيب عندي كمان لغسيل الاجنحه دي، عندي لغسيلها ليمون شرايح او عصير ليمون كمان برضو، يعني بعصر الليمون واحط الشرايح بتاعته، وعندي ملح وعندي دقيق. طيب التتبيله بتاعتها عباره عن ايه؟ عباره عن 5 معالق كبار من الزيت، وعندي كمان ربع كوباية من الكاتشب، ثوم مفروم، وعندي معلقة بشر ليمون، وعندي معلقة من المستردة، وكمان عندي معلقة من الصويا صوص، وهريسة شطة دي اختياري لو عاوزينها سبايسي، مش عايزينها تحطوا مكانها بابريكا مفيش مشكلة خالص، وملح وفلفل. دي الوصفة اللي احنا قلناها دلوقتي، وصفة بسيطة جدا. بصوا بقى، طبعا بنغسل يعني الجوانح دي كويس قوي، أجنحة الدجاج دي بسم الله، وبعدين شوية الملح، أنا هغسلهم برضو مع حضراتكم عشان تشوفوا إيه يعني الطريقة، بس طبعا إحنا بيبقى في البيت الموضوع بيبقى أبسط، علشان طبعا الزفارة أو علشان الإيه. طبعا الليمون ده عبقري أكتر من الخل، إحنا اتفقنا إن الخل أحيانا كتير بيظهر الزفارة. هاخد كده شوية من الملح خلاص في الأول، وإيه، وباخد كده ملح، وباخد معاه الدقيق، وبعمل الخليط ده كده مع بعض الأول، واحدة واحدة بقى كده كويس قوي بشكل كويس. وبعدين بروح بقى عند الحوض اغسل كل ده، وبعدين احط الليمون والميه بتاعه الليمون علشان طبعا يعني ايه اطمن انه كل حاجه تمام. طبعا لو في اي حاجه كده او كده بتطلع من الاجنحه الحلوه دي كده اهو. نجيب بقى طبق كده نظيف نحط فيه الاجنحه بتاعتنا اهو كده، طبعا بتبقى رائعه وتبقى جميله جدا ونظيفه. هوريكم شكلها دلوقتي، انا بحط عليها عصير الليمون، عايزه اقول لكم رائع. بصوا عصير الليمون كمان من الحاجات اللي بتخلي الزفاره ما تظهرش ابدا ابدا، وتبقى يعني ايه تبقى نظيفه جدا مع حضراتكم، مش هتحسوا الريحه دي ابدا. والطحينه زي ما اتفقنا، وخصوصا للحاجات اللي هي محتاجه ايه يعني حاجات ممكن تكون نسبة الزفارة فيها عالية شوية، إن شاء الله اللي طلبوا مننا إن احنا نعمل حلقة تكون فيها تقطيع الدجاجة ونشوف إزاي نعملها في البيت بدل ما تحتاجوا تقطعوها أو تجيبوها من بره، مفيش مشكلة خالص، هنعمل ده مع حضراتكم طبعا. شايفين إزاي؟ تسلم إيديكم والله، شكرا ليكم، تعبتكم معايا في التصوير يا أولاد، شكرا جزيلا أستاذ فضل. بصوا كده طبعا لو في اي حاجه خلصت خلاص، وانا ايه دلوقتي هوري حضراتكم، يلا بينا. شايفين بقى الدي والملح اول حاجه، اول حاجه خالص، عشان ده اللي بيساعدني لو في ريش لو في حاجه باقيه ايه نشوفها بقى هنا كده. بصوا الجمال، شايفين بقت نظيفة وحلوة ازاي؟ خد بولة بقى كده، هنحط هنا الايه الأجنحة اللي احنا عملناها دي أو نضفناها. هاخد كده جلافز نظيف ونبدأ بقى ايه
ناخد عصير الليمون، شويه بقى من عصير الليمون وميه، ونسيبهم شويه كده ربع ساعه ولا حاجه، تطلع رائعه وجميله ونظيفه بالشكل اللي حضراتكم شفتوه ده. هاخد كده شويه من عصير الليمون، بسم الله الرحمن الرحيم، وهاخد هنا الجار فيه ميه اهو، بسم الله، مع كام شريحه ليمون، وهننقع بقى ايه. عايزين بقى تحطوا للمحلول ده كمان شويه معلقه سكر، معلقه خل براحتكم، بس ما تكتروش، انا شايفه ان الليمون كافي جدا، هيبقى رائع جدا. عارفين بقى المحلول ده بيعمل ايه؟ بيخلي كده لو انتوا عندكم بط او فراخ او اي حاجه من الطيور، يخليها الجلد بتاعها يطرى ومسامها تتفتح، يعني تحسوها ما هياش ناشفه كده، الصدر مش يابس وناشف. تمسكوا النسيره بعد ما بتتسوى تلاقوها بقت طريه كده وايه، مرنه. ده مع الفراخ ومع البط ومع الحمام مع الوز مع اي حاجه انتوا بتحبوها، خصوصا لما بيتنقع من بالليل الصبح، بتفرق قوي يا جماعه في التسويه، وبتفرق قوي قوي كمان في اللحم بتاع الطيور اللي احنا بنعملها. طيب انا بقى هسيبها كده خلاص، هشيل دول، هسيب دول بقى هنا في جنب، وهبدا كده اجيب بوله تانية قدام حضراتكم نعمل فيها التتبيله بتاعتنا. بسم الله، هاخد كده للتتبيله عندي، بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا ثوم، تتبيله حلوه قوي وجميله، اللي مش حابب يحط الثوم الفريش يحط ثوم باودر، بشر الليمون، الصويا صوص، وخلوا بالكم لما نيجي نحط الملح ما نكترش، ان دي دارك، دارك دايما بتكون مع الحاجات اللي فيها نسبة سكر، نسبة عسل، نسبة، وهي بتبقى ساعات لو اضطريتوا لها يعني، لكن في العادي لازم نستخدم اللايت، اللايت دي بتبقى أحلى بكتير. عارفين ليه؟ علشان بتنفع مع كل يعني التوابل وأنواع اللحوم والدجاج، وحتى التتبيلات اللي ما فيهاش نسبة عسل وسكر قوية عشان نستخدم فيها الدارك صويا صوص، بنستخدم اللايت. طبعا كل حاجه ليها استخدامها افضل يعني، والله لا فعلا هي عندها حق المدام بجد. هناخد معلقه صلصه، تعالوا بقى نتكلم عن البابريكا والفوائد المستورده، تعالوا نبدا بالمستورده. المستورده دي من الحاجات الجميله، هي اساسها نبات الخردل، فيها نسبه كالسيوم حلوه قوي ونحاس وفيتامين الف، وفيها مغنيسيوم، بتحمي جدا من البكتيريا والفطريات، شوية زيت بتقلل مستوى السكر في الدم، بتقوي المناعة جدا، بس كمان ليها أضرار، إن هي ممكن تسبب إسهال أو يعني لو كترنا منها، عشان كده إحنا دايما إيه بنستخدمها يعني حاجات بسيطة منها قوي، معلقة، حاجات نطعم بيها الإيه التتبيلات بتاعتها. طبعا أنا حطيت زي ما قلت لحضرتك هحط فلفل، أنا طبعا حاطة هريسة، وده الأول عايزين سبايسي، والملح، معلقة ملح. تعالوا بقى نقول معلومة كده ظريفة عن نبات الخردل، عايزة أقول لكم إن إحنا لو استخدمناه قبل ما يطبخ بيكون ليه أضرار، لأن هو بيتدخل جدا في وظائف الغدة الدرقية، لازم يطبخ وسط الأكل، ده مهم جدا، عشان كده دايما زي ما قلت لحضرتك بصوا بقى التتبيلة حلوة إزاي، ما شاء الله تتبيلة جميلة جدا جدا. تعالوا بقى إيه نسمي الله كده ونبدأ ناخد من الأجنحة الحلوة دي ونايه وننزل في التتبيله، وناخد كده البايركس، بسم الله الرحمن الرحيم، هبدا انزل التتبيله دي. طبعا لو يعني اتنقعت فيها بس الاجنحه دي شويه هتطلع رائعه. ماشي حبايبي، بصوا كده، طبعا عايزين تنغزوا يعني انا لما بعمل مثلا الدجاج المقرمش في البيت، هفترض ان انا بعمل الدجاج المقرمش في البيت مع حضراتكم، حلو، عايزه اقول لكم البابريكا كمان من الحاجات المهمه، لو انا هعمل الدجاج المقرمش في البيت بحب قوي انغز الاوراق والايه والتقطيعه الفرخه، انا بحب اعملها مثلا تبقى من 6 ل 8 على حسب حجمها، على حسب حجم الفرخه. خلاص البابريكا دي كمان حلوه للانيميا جدا، بتعالج او للزهايمر، الزهايمر بتبقى ممتازه، بتحسن جوده النوم جدا، بتجدد خلايا البشره، تخيلوا بتجدد التجاعيد دي، فيها مضادات اكسده كويسه يعني، وبتساعد على انتاج الكولاجين بشكل كويس البابريكا دي، عشان كده احنا
بندخلها في حاجات. وخلوا بالكم هي يعني ليها برضو استخدام، والاستخدام بتاعها بيكون استخدام ما هوش كتير. كل حاجة إذا أكثرنا منها بتروح القيمة بتاعتها أو فوائدها بتضر. طبعا هي مش مناسبة لمرضى الضغط قوي، ساعات بتقلل الضغط يعني. وإحنا طبعا بنحاول ناخد من الحاجة الفايدة بتاعتها بس. بصوا كده برضو الناس اللي هي يعني بيبقى ليه في ممنوعات كده من بعض التوابل، حاجات الناس اللي عاملة عمليات جراحية الدكتور طبعا بيقولها، أو اللي هتعمل فبيمنعها من حاجات معينة، ممكن تكون البابريكا والشطة من ضمنهم، لكن هي في المضمون كويسة جدا. بصوا بقى لو نغزنا بالسكينة هنا ودخلنا كده هتلاقوا الوينجز دي جميلة. شوفوا هي خلطة بسيطة، أولا بتدخل الفرن على الناشف، يعني إيه بتطلع كده جافة، ما هياش يعني فيها صوص ولا حاجة، فنقدر الولاد تتحط مع حاجة ليهم يتبسطوا بيها قوي. كده شايفين الجمال كده. وهاخد بقى بقيه التتبيله الحلوه دي هنا كده على الوش، حطينا فيها الزيت ما تنسوش، وهي مش محتاجه هتدخل على طول الفرن، حراره 180 او 200 في الاول وبعدين تقل ل 180 مفيش مشكله، هتظبط وهتستوي وهتبقى رائعه. نشيل بس دول هنا، اسمحوا لي اغير اللفز عشان اعرف امسك البايركس والمع كده حواليه، عشان الحاجات دي لما بتنشف على البايركس بيدخل الفرن بيها بتخليه صعب في تنظيفه قوي، واحنا مش عاوزين كده. الفرن 180 هيبقى جميل، لو عايزين 200 في الاول يبقى حامي وبعدين نقلل الحراره مفيش مشكله برضو. هندخله بقى دلوقتي الفرن، بس امسح كده الحواف كويس. يلا بينا. هدي بس نقطة واحدة، معلقة واتنين مية سخنة، معلقة واحدة. بصوا بس هنا، بصوا مش باينة اهي، امسح ده كويس. طبعا ده هيطلع هيتقدم بالشكل اللي احنا عايزينه في الاخر في طبق، بس كده معلقتين مية بالظبط بالمعالق المعيارية الكبيرة يعني. هندخلها بقى الفرن، بسم الله. يلا بينا يلا بينا بسم الله. اهو زي ما حضراتكم شايفينها ما شاء الله، شايفين لونها جميل ازاي. احنا قبل كده عملنا الدرامز او اللي هي الدبابيس، عملناها بشكل جميل وتتبيله حلوه. هنعمل كل حاجه جزء من الفرخه بشكل كويس علشان نقدر اللي بيحب انه يعمل ده في يوم من الايام، مش شرط يعني يعمل فراخ كامله ولا حاجه، يعمل مفيش مشكلة. كل أكلة من دي ليها أكيد حاجة حلوة. أنا بحط كده خل بس عشان مكان الفراخ. طبعا خلوا بالكم المية بالليمون دي لو موجودة عندكم بتبقى جميلة وجميلة للإيدين، بتحافظ على الإيدين جدا وبتنعم الإيد جدا وبتطول الضوافر. الليمون مهم قوي 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 يعني. طيب أنا بقى هعمل إيه دلوقتي؟ عايزين نتكلم على وصفة تانية، وصفة بسيطة وسهلة وجميلة برضو من الوصفات الحلوة المحببة لنا. لكن قبل ما هنبدأ فيها هنستسمح حضراتكم، هنطلع بريك واستراحة بسيطة ونرجع نستكمل مع حضراتكم باقي وصفاتنا في انتظاركم.